السلام عليكم جميعا، ان شاء الله طيبين. ادونا شير سريع يا جماعه، شير سريع، ثبتوا لنا اللايف ده عندنا كم كلمه سريعه دارين نقولهم ونتخارج، عشان الناس اللي في قلوبهم مرض. احمد تاج الدين حبابك ان شاء الله طيب. سيف محمد، نصر من الله وفتح قريب، الله اكبر. وليد عثمان الطيب، محمد بكل بساطة، انت وين؟ انا قاعد في السودان. بتقدر تجي ولا بيطلع لي من برا؟ يعطي فيهم ادونا شير تقيل يا جماعة لو سمحتم. في كلام مهم لازم تسمعوه، لازم يصليكم، عشان اي زول في قلبه مرض يشيله يقدر برا يعني. سلمان مضوي، محمد عبد الحاج حبابك يا حاج عبد الجليل، معلش اسف. النظاره يا محمد، عشان كده النظاره والشمس داقه في وشي، ما قادر اشوف زي الناس التعليقات، وحاجه صعبه كده يا دباب. ان شاء الله طيب يا اخي، انت موجود؟ عبد الرحمن محمد، منصورين باذن الله، منصورين باذن الله، بحول الله وقوته منصورين. سلمان مضوي، ان شاء الله طيب اخويا. حسام عثمان الخليفه، العقيد الحلبي، العقيد الحلبي ده هناك زمان ونحن برا، الان انا مستنفر في صفوف القوات المسلحه. طيب بدر الدين الماحي، محمد ابراهيم، دقيقة اثبت تعليقك ده، بعد ذاك نخش. دون شير يا اخواننا، تثبيت التعليق. بالله عليكم اي زول في اللايف فضلا وليس امرا، ادينا شير عشان نثبت اللايف ده، عشان نشوف الناس اللي في قلوبها مرض دي حل اجنو. محمد عبد الله، لك التحيه ولكل المستنفرين. في ناس مستنفره هنا، وناس ثابته، وناس راكزه، وناس واصله مراحل من الثبات ما بتتخيلوها يا جماعه. خليني من الكلام الفاضي ده. دراكولا موجود يا محمد بشير، قاعد. غلسان اموره تمام يا شباب، غلسان اموره تمام، ما عنده مشكله، اموره مرتبه. هي مساله بتاعت اجراءات، الضغوطات كثيره جدا للناس اللي ما فاهمه، ما دارين نشكي وما دارين نبكي وما دارين نقول الكلام الكثير ده، بس حاجه تكونوا فاهمينها كويس. اذا غسان ما كان فعال، واذا فلان ما كان فعال، واذا ناصر ما كان فعال، واذا الشكري ما كان فعال، وما كان بيتكلم بصوتكم، وما كان بيتكلم في حقوقكم، الناس ما كان مسكوهم وما كان قبضوهم، كان خلوهم بس ماشيين. لكن هم اساسهم وهدفهم الاساسي هو تغييبك انت عن الحقائق، وتغييبك انت اعلاميا، واحباط معنوياتك، عشان تمشي معاهم لتفاوض، تمشي معاهم لتفاوض. ليدي انا جاي اشرح لك بالتفاصيل تمام، والحاصل شنو. طيب نبدا. السلام عليكم جميعا، الناس الموجوده في اللايف، الناس الموجوده خارج اللايف اللي حيشوفوه بعدين. السلام عليكم قوات نظاميه، قياده عامه، جيش، مستنفرين، ان شاء الله طيبين، ان شاء الله ثابتين، ان شاء الله راكزين. اي كلام يتقال لك عن موضوع تفاوض، عن موضوع غيره، عن موضوع غيره، انا دار اسالك سؤال واحد بس. اذا الملاقيط ديل قادرين انهم يحسموا المعركه عسكريا، وقادرين يسيطروا على السودان،
وقادرين يفرضوا الهيبة بتاعتهم. تمام؟ ليه ساكنك بالتفاوض؟ ليه جارين وراك بالتفاوض؟ لأنه ما في مجال إنهم يسيطروا على السودان. يا أخي أنت كذاب. يا أخي الناس ديل قادرين يسيطروا. يا أخي الناس ديل كل يوم بيسقطوا منطقة. يا أخي الناس ديل كل يوم بيعملوا. دقيقة بالراحة. تعال قعد. الليلة عشان يهاجم لمنطقة ويطلع من منطقة يستلم لمنطقة جديدة أو يسقط لمنطقة جديدة بقى الموضوع معروف تماما. بيتم سحب القوات بتاعتهم من المناطق، سواء الخرطوم، سواء أم درمان، سواء بحري، سواء الجزيرة، سواء غيره، بيجمعوا القوة الصلبة المقاتلة حقتهم عشان يودوها في المعارك دي قدام. الليلة لو هم عندهم الإمكانية وعندهم القدرة وعندهم من الثبات اللي يخليهم يسيطروا على كل المناطق دي في وقت واحد، تمام؟ الليلة ناس بحري وناس شرق النيل شايفين الارتكازات بقى عاملة كيف وضعها. ناس ما بعرف وين بقوا شايفين الارتكازات بقى عامل وضعها كيف. أم درمان شايفين الشغل ماشي فيها كيف. انت في غباء قاعد تمارسوا الميليشيا وهي ما حاسة به، او هي شايفاه لكن مضخم الموضوع اعلاميا. الغباء بيقول لك شنو؟ الغباء بيقول لك انه الميليشيا دي لما تمشي تهاجم منطقة قاعد تفقد مناطق بالجهة الثانية. في تقدم في أم درمان؟ ايوه في تقدم في أم درمان. في سيطرة في أم درمان للقوات المسلحة على مساحات اكبر؟ ايوه في سيطرة القوات المسلحة على مساحات اكبر. في انتشار في بحري؟ ايوه في انتشار في بحري. في شغل في 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 الفاشر وفي دارفور من المشتركة؟ ايوه في شغل في الفاشر وفي دارفور من المشتركة. طيب اذا في شغل هنا وشغل هنا، هو بيفقد منطقة بيستلم منطقة، بيفقد منطقة بيستلم منطقة، القوات المسلحة بتتمدد في منطقة تانية. إذا هو ما قادر يحكم سيطرته، ما قادر يحكم سيطرته ليه؟ لأنه الليلة كل المناطق اللي هو موجود فيها قاعد تحصل حاجة واحدة وحاجة أساسية، اللي هي شنو؟ نزوح المواطن لمنطقة تانية. بعد ما هو يطلع من المنطقة دي عشان يمشي لمنطقة تانية، زي ما حاصل في أم درمان الآن، وزي ما حاصل في 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 اجزاء كبيره من 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 دارفور، تمام؟ هروبه المواطن بيجي راجع تاني. القوات النظاميه بتكون موجوده، الجيش بيكون موجود. اذا هو كسب منطقه فقد منطقه. محاوله تمام الهجوم على الدمازين او الهجوم على سنار او المزموم والدالي، تمام، هي هدف لحاجه واحده. القوات المشتركه مع القوات المسلحه قطعت خط الامداد الاساسي بتاع دارفور، تمام. خضوع كويس ابي احمد، وخضوع تشاد ومحاولاته في الوصول لاتفاق مع السودان او مع القوات المسلحه بيخليهم يحاولوا يفتشوا مخرج تاني يغزو به القوات دي. تغذية القوات دي لازم تكون من وين؟ لازم تكون من منطقة الدمازين او من منطقة، تمام، الدالي والمزموم، عشان يجيبوا شنو؟ يجيبوا سلاح ويجيبوا امداد. موضوع انه تاني تجيهم شحنة بتاع السلاح من دارفور او تجيهم شحنة بتاع السلاح من الغرب لغاية ما تصل ام درمان، الموضوع ده بيقى صعب بالنسبة لهم ومستحيل تماما. امداد الموجود داخل اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، داخل المخازن الموجودة عندهم، تمام، شبه بدأ يجف، فهو محتاج إجباري، تمام، إنه يفتح خط بتاع إمداد جديد. خط الإمداد الساكيو ده ساكيو من وين؟ ساكيو من الدالي والمزموم، ساكيو من الدمازين، داير يفتح أي خط مع جنوب السودان. الهدف كان إنه يدخل القضارف كويس ويفتح خط إمداد مع أثيوبيا. جيد أبي أحمد للسودان وجلوسه مع، تمام، القائد العام للقوات المسلحة ورئيس مجلس السيادة قطع الخضة. طيب قطع الخضة كويس، إذا عنده مشكلة شنو تاني؟ مشكلة إنه أنا أعمل لك زعزعة وأخلق لك فوضى، تمام، وأشتغل لك عن طريق شنو؟ عن طريق الدعامة الموجودين داخل المؤسسات الحكومية. يقوم يعمل لك شنو؟ يقوم يخلق لك، تمام، أزمة اقتصادية مفتعلة.
لما اجي الليله اقول لك والله تمام انا حازيد وحاعمل وحافعل عشان الحرب، لا لا الحرب انت عندك كذا اتجاه ممكن تضغط به وكذا منطق كويس تشتغل به وتعالج به الاقتصاد ده، لكن معالجه الاقتصاد ما بتكون برفع الدولار الجمركي، واذا رفعت الدولار الجمركي ارفع الدولار الجمركي على حاجه غير مدخلات الانتاج، غير اسمه شنو ده، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، غير الاكل والشراب، غير المواد الغذائيه، دي المفترض تعفى تماما كويس اذا انت داير الناس تستمر بالوضع ده. سمعنا امبارح انه والله الكهرباء في ام درمان تمام بقت لازم يدفع لها مبلغ، انا ما عندي مشكله في انك تدفع مبلغ عشان تمشي به حركه تمام الموظفين اللي هم شغالين في الكهرباء، بس السؤال هل المواطن الموجود الان داخل ام درمان كويس قادر يدفع لك حق كهرباء؟ قادر يدفع الرسوم دي ولا ما قادر يدفع؟ الى الان الخبر ده ما مؤكد لغايه ما ننتظر تاكيده ونشوف الوضع شنو. الاهم من الكلام ده والحاجه اللي انت لازم تفهم الان، الدعم السريع ما عنده العدد والعتاد والقوه الكافيه انه يسيطر على السودان. ده السبب الاساسي والرئيسي المخلي الملاقيط ديل دايرين يقعدوا في تفاوض. طيب القعاد في تفاوض او الجلوس في تفاوض ده وضعه شنو؟ الجلوس في تفاوض او القعاد في تفاوض هو المحافظه على ما تبقى من قوه الميليشيا الصلبه. الليله الناس الموجودين القوات بتاعت كيكل فيها تمرد كبير جدا. ليه؟ ما في مرتبات، ما في عتاد كافي، ما متفقين داخليا، شايفين انه الموضوع ده ما عنده نهايه. تجفيف الامداد البقى قاطعاه المشتركه عن طريق الدارفور، وتجفيف الامداد البقى ما بيجي من هناك، بقت الحلول انه يشوفوا طريق ثاني، الطريق الثاني ده بقى ما قادرين يصلوه. في تاخير في العمليات العسكريه، ايوه في تاخير في العمليات العسكريه. ظروف الارض وطبيعه الارض والمشاكل اللي قاعد تواجه في التسليح بتاع القوات المسلحه وفي دخول السلاح للقوات المسلحه ده سبب اساسي في تاخير العمليات العسكريه. طيب كيف الكلام ده؟ الليله انا عشان اجيب سلاح نوعي، سلاح قوي تمام اقدر اشتغل به في الارض، سلاح بتاع كثافه نيرانيه، الكلام ده في الوضع الراهن صعب جدا. كيف صعب جدا؟ تمام الناس دي لاحظ لهم في كل المواجهات بتاعتهم وفي كل العربات بتاعتهم، اول عربات بتلقاها في المواجهه حقتهم هي الثنائي والرباعي. تمام ثنائي ورباعي يعني شنو؟ يعني الكثافه بتاعت نيران يعني مدى اعلى، يعني شغل بتاع بعد بتاع مسافه، انت بعد ده الكلاش حقك تمام ما بيصل المسافه دي. اعداد الثنائيات والرباعيات الموجوده عندنا نحن قليله، محتاجين انه نحن نزيد الكميه دي، نزيد الكميه دي محتاجين انه نحن نكسر تمام يدينا القحاته، لانه القحاته في خلال الاربع سنوات الفاتت بتمهيدهم لحكم الميليشيا اللي هو بدا تمام من الساحة بتاعت الاعتصام كويس، سيطروا على السفارات في كل أنحاء العالم. ده الهدف الأساسي كان إنه يسيطروا على السفارات عشان يفرضوا حظر بتاع تمام تسليح، يفرضوا حظر بتاع الطيران، يفرضوا غيره. بدوها بموضوع أبو أحمد تمام ولا أبي أحمد ده تمام، إنه والله يا أخي قال لك دايرين نحظر الطيران وما قدروا على الحاجة دي تمام. حظر السلاح، حظر السلاح النوعي تمام الى الان شغال. دخول السلاح الى القوات المسلحه فيه مشكله كبيره. الان الناس قاعد تعمل في شنو؟ بدات تكسر تمام في سيطره القحاته ديل على الراي العام وعلى السفارات برا. قلنا من زمان محتاجين حكومه بتاعت حرب عشان الحكومه دي تطلع تمام تتكلم باسم الشعب السوداني تمام وتقدر تخاطب بها المجتمع الدولي عشان تخفف الضغط بتاع التسليح. انتوا تعلموا تماما انه في بواخر قاعد تتحجز، تعلموا تماما انه في سفن قاعد تقيف، تعلموا تماما انه دخول الذخيره قاعد يقيف للسودان والسلاح النووي. الكلام ده سببه شنو؟ سببه المجتمع الخارجي او المجتمع الدولي تمام. المجتمع الدولي ده المسيطر عليه منه؟ مسيطر على السفارات والقنصليات البرة. تغيير واعتماد
السفير الجديد تمام في السعودية وتغيير واعتماد السفير الجديد في مصر دي خطوات كبيرة الناس لازم تعايل لها بعين انه والله ما سفير مشى وسفير جاء. لا انا قاعد اقطع في ايادي الناس ديل برا لانه الليلة تسليح اي دولة قاعد يجي من برا امداد اي دولة قاعد يجي من برا هم كل ما يشوفوا انه والله في سفارة جديدة تمام شالوا سفيرة ولا قنصل جديد شالوا تمام ولا القوات المسلحة قاعد تسيطر على الموضوع ده عشان تفتح خطوط بتاعت امداد للسلاح تمام هم قاعدين يجقلبوا زيادة الناس تكون مركزة في الوضع الحاصل جقلبة الميليشيا والبيكا بتاع القحاتة والكواريك في الفترة دي تمام لأنه قاعدين نسيطر على الحاجة اللي هم مكتفين بها القوات المسلحة اللي هي شنو سفارة قنصلية تاني مكتفينك بشنو بسفارة قنصلية طالما قاعدين مكتفينك بسفارة وقنصلية تمام معناه انت ما عندك طريقة بتاع التسليح لأنه السفير شغال ضدك والقنصلية شغالة ضدك تغيير الاثنين ديل بيفتح لك مجال تسليح وبيفتح لك علاقات خارجية وصلت الراحة لو اشتغلنا على الملف الخارجي ده من الأول الليلة كان دخلت لنا بواخر بتاعت أسلحة كان دخل لنا سلاح نوعي كان دخل لنا غيره ده الرعب الحقيقي بالنسبة للملاجئ ده ادونا شير تاني يا جماعة معليش يعني قلنا لكم الله يفحى يضربوا ادونا شير تاني الصوت واضح لو الصوت واضح اكتبوا لنا الصوت واضح الله يرضى عليكم الصوت واضح زيدوا لنا الشير فضلا وليس امرا يا جماعه طيب خيارات الموضوع شنو تاني عشان نبدأ من النقطة اللي وقفنا فيها وبعد ذاك نكمل كويس أولا عشان أنا أقدر أدخل سلاح وأقدر أسيطر على الموضوع بتاع التسليح للقوات المسلحة وأقدر أسهل الإجراءات دي تمام أنا لازم أعمل حاجة مهمة جدا وهي شنو تفكيك أيادي قحط والملاقيط تمام خارج السفارات والقنصليات الحاجة الأسئلة احنا ماشيين فيها بخطة ثابتة موضوع انه الملاقيط ديل يقدروا يسيطروا على مناطق السودان وعلى السودان كله ما بيقدروا ليه ما بيقدروا بيعملوا شنو الملاقيط ديل خشوا منطقة تمام بيفتحوا السجون بيطلعوا الحرامية والمجرمين الموجودين في السجون مباشرة كويس بيسوقوهم لمعسكرات بتاعت استنفار تمام بدوهم سلاح وزخيرة في يدهم كويس عشان شنو عشان يخلق لك حالة من الفوضى هل ديل مقاتلين لا لا ما مقاتلين ولا يعلموا أي شيء عن القتال هل ديل بيقدروا يأمنوا منطقة لا ما بيقدروا يأمنوا منطقة فبتبقى شغلة بتاعة فوضى تمام الفوضى دي المقصود بها شنو الفوضى دي المقصود بها إنه والله أنا أخلق رأي عام في نفس الوقت أحذر منك التسليح في نفس الوقت ما تقدر تدخر سلاح نوعي كويس الحاجة الحاصلة دي حتنتهي الزوبعة اللي هم عاملين نادي حتنتهي المطلوب شنو المطلوب التعليق المثبت بتاع محمد إبراهيم ده إعلان تعبية عامة فرض حالة طوارئ ده كويس الحاصل بالإضافة لتشكيل حكومة حرب
تشكيل حكومة حرب بينه برئيس وزراء تمام بوزارات تحته. رئيس الوزراء ده يتكلم بلسان القوات المسلحة ويتكلم باسم الشعب السوداني، لكن موضوع انهم يسيطروا ويمسكوا ويجوا ده كلام فاضي سي. زي ما قاعدين يطلعوا من منطقة ويفقدوها تمام، القوات المسلحة قاعد شنو تتمدد في المنطقة دي وتسيطر عليها. اي حاجة او اي زول تمام قاتل في راسه كويس انه القوات المسلحة دي هتنهزم او الميليشيا دي هتسيطر او انه ما بعرف شنو، شيل الفكرة دي من راسك تماما. احنا ما كملنا، لما نكمل لما نكمل كلنا عداك الميليشيا دي شنو تجي تسيطر على السودان عشان تبيع للامارات وتبيع لما بعرف وين وتبيع لغيره كويس. ان شاء الله الموضوع يكون بقى واضح بالنسبة لكم. ضرب الاعلام وضرب الناس اللي بتتكلم والمساندة للقوات المسلحة ده من اول اهداف القحاتة تمام، ومن اول اهداف الملاقط، عشان انت ما تفهم الحاصل شنو، عشان تكون قاعد مغيب. احنا جيش هنفضل جيش لاخر مواطن سوداني. عندك اكتر من اللي بنعمل فيه ولا اللي بتعمل فيه القوات المسلحة ده تمام. البس وتعال حبابك حبابك، احنا ذاته كايسين اللي بيجي يجيف، لكن ما تقعد تتكلم كلام فاضي وتلعلع واي ووب عرفته وانت ما عارف حاجة. جيشكم خان جيشنا ما خان، جيشكم باع جيشنا ما باع، دي الامكانيات المتوفرة الان شغالين بها وحنشتغل بها، وفي الايام الجاية حنطور الامكانيات دي وحنطور القدرات بتاعت التسليح. موضوع الدولار شايفينه حايم ده، وموضوع الارتفاع والكلام الكثير اللي انتم شايفينه ده، في خطة الان في اقتصاديين شغالين. الصبر ليس كل ما يعرف القلب. الناس تتفاعل خير، خليكم كلكم حزمة حول القوات المسلحة. انتوا الدرع الاساسي في المعركة دي، انتوا الهدف الاساسي في المعركة دي، ثباتكم انتوا هو اللي بيثبت الجنود في الواطة دي. لما انت تقول لي انا محبط ولا انا عندي احباط تمام، ويسمعك زول تمام شايل بندقية واقف هناك بيموت الى تاريخ اللحظة اللي انا بتكلم معاك فيها دي تمام، دي انت ذاتك في حد نفسك خد الزول شايل بندقية ده طعنته في ظهره، لانه خلى بيته وخلى اولاده وخلى شغله وخلى حياته واحلامه وطموحه عشان يدافع عنك انت. انت مسؤوليتك الاساسيه الان انك تقف في ظهره، وقفتك في ظهره دي كلمتك بس بتفرق. ما تحبطكم الغرف بتاعتهم كويس والكلام الفاضي حقهم ده، تعال انزل شوف الثبات الموجود هنا، تعال اقعد في الارتكازات القاعده هنا، تعال اسالهم بيقول لك عندنا حاجه واحده بس، يا انتصار يا نستشهد، ما عندنا غير نكمل كلنا عشان الملاقط دي يرجعوا شنو يجوا يحكموا السودان ده. نكمل كلنا كلنا نكمل عشان نخلي بلدنا دي تمام في النهايه يحكموها ملايش. ما عندنا خيارات، ما قدامك خيار، انت الان ما قدامك خيار كمواطن. كان قعدت في تفاوض حتتبلى، كانت راجعت من الحرب حتتبلى، لانه في البدايه وفي المقام الاول انت ما كنت طرف في الحرب دي. الملاقيط دول هم اللي خلوك طرف فيها، خلوك فيها طرف ليه؟ لانه انت الحلقه المستضعفه تمام، الدايره يلوي بيها يد القوات المسلحه، والدايره يلوي بيها تمام يد المجتمع، والدايره يلوي بيها الواطه كلها. عشان انت ما تكون حلقه مستضعفه تمام، اجهز واركز واثبت وسلح رقبتك واستنفر تمام، والبلد في حاله حرب. الشغله اللي معاملينها بتاعت القعاد في القهاوي، والشغله بتاعت انه انا اليوم الليله ما تسلحتها والله انا ما الاقي سلاح، اشتري من جيبك. ما في زول اداك، اشتري من جيبك. الشغله دي كده تمام، انت قاعد تجيد فيها، تطلع تمشي الحاميه العسكريه الدونيه ما ادوك، امشي جيب اشتري.
لانه عرضك ده انت اللي بتجيب فيه القوات المسلحه على قدر امكانياتها. ده الحاجه الشغاله بيه بقصور بنقص بغيره، تمام؟ في النهايه الدرع الاول والاخير والاساسي هو انت، لكن ما تجي لزول شايل لك لاش واقف في الميدان بيموت ليه هسه، تمام؟ تجي تقول لي والله يا اخي انا شنو محبط، انت ما محبط، انت كده قاعد تخون فيه. ده لايف قصير بسيط، تمام؟ لحد ما نتلاقى وقت تاني. جزاكم الله خير وكتر خيركم.